السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه مكملين مع حضراتكم في الأهلي الليلة والجزء الثاني مع واحد من الضيوف الكرام اللي بيشرفونا وبينورونا أكيد على قناة الأهلي. هنتكلم بشكل عام على مشوار النادي الأهلي وعلى مباراة الكأس الأخير وأيضا استعداد النادي الأهلي لبطولة أفريقيا القادمة وأيضا اللقاء الهام جدا جدا بكرة إن شاء الله، لقاء منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة اللي هيكون بكرة إن شاء الله ضد سوازيلاند سابقا وإستواني حاليا. يمكن قصة نتكلم فيها، سوازيلاند منتخب اتغير اسمه بقى اسمه إستواني، وده اللي قاله طبعا اللي في المؤتمر او اللي عرفناه في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه مصر واستونيا. هنرحب مع حضراتكم بضيفي وضيف قناه الاهلي، دايما بيمتعنا وبيشرفنا بينورنا الاستاذ عصام شلتوت رئيس تحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع. استاذ عصام برحب بحضرتك. كابتن ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. اصلاله جميله الحمد لله. بتنورني دايما الأهلي. الله يشرفني ونستمتع بحضرتك وكلام حضرتك دايما. شكرا كابتن عمر. شكرا. ربنا يخلي حضرتك. طبعا يعني حضرتك ضحكت في حته سوازيلاند سابقا واستواني حاليا. هو الملك، يعني ملك البلاد دي، جزيره عبقريه الحقيقه، واحده من الجزر اللي في المحيط الاطلنطي، الحاجه كده واو زي اللي الناس بتشوفها في الافلام. ليها طبعا طبيعه حاكمه انه ليها يعني الحكم ملكي، وبالتالي خرج الملك بعد استفتاء وتكوين حكومة جديدة وقال انه ده الاسم اللي كان قبل الاستعمار وعلينا العودة ليه، يعني بدل سويسلاند يعني. فكانت التغييرة، انما لانها جزيرة صغيرة ما كانش الخبر انتشر كثيرا، يعني خاصة ان هم ما بيبقاش عندهم غضاضة انه يتقال زي ما انت قلت سويسلاند استواني حاليا. يعني ما بيبقاش عندهم ازمة، ما بيعتبرش ان انت بتسخر منه او غائب حتى عن فكرة التسمية الجديدة لهذا الوطن. لكن في الحياة السياسية والبروتوكولية خلاص بقى بتتغير كل الاشياء، وبيبقى هم الجانب الرياضي والكروي ده بالنسبة لهم لطيف وبيسبب ابتسامة. طبعا طبعا. نروح للكورة ونبدأ مع حضرتك في النادي الأهلي ورأيك في الفترة الأخيرة. طبعا في غيابات في مباراة الكاس، النادي الأهلي قدر أنه يتغلب على نادي الترسانة، لكن رأي حضرتك في مشوار النادي الأهلي؟ النادي الأهلي يمكن بيحارب في أكثر من بطولة، رأي حضرتك وهل شايف النادي الأهلي إن شاء الله قادر أنه هو يحصد أكثر من لقب على الأقل في الثلاث بطولات اللي بيشارك فيهم أو الأربع بطولات اللي بيشارك فيهم في الموسم الحالي؟ ده يعني سؤال إجابته سهلة جدا، أنه أنت تقول الأهلي في أكثر من بطولة لديه يعني معارك كروية طبعا. أنت تقصد في جبهات عدة، لكن في النهاية اسم الأهلي وكذا الكبار يعني من على شكلة الأهلي في دوريات أخرى وقارات أخرى، هو ده يعني مصيرهم، هو ده التزامهم قدام جماهيرهم وقدام أعلامهم وقدام شعاراتهم، إنه لازم يبقى فاتح كل الجبهات في نفس الوقت، وبالتالي لا يستطيع إن هو يخرج من بطولة ويقول لا هكتفي هذا الموسم بثلاث من أربع بطولات أو بطولتين من أربع بطولات. بيشارك ويدعم وجوده في البطولات الكل مع أسماء الكبار زي ما قلنا، وفي القلب منهم النادي الأهلي الطبيعي أنه مرشح مبدئيا للعب نهائي هذه البطولة أو تلك، ما دون ذلك هو اللي تبدأ تفحصه، تبدأ تحلله، تبدأ توديه مركز الإشاعة، تعرف إيه اللي حصل. لكن الأهلي مؤهل؟ طبعا الأهلي مؤهل، يعني ما تحرقش فيها بنزين كتير الإجابة، مؤهل وحاضر وجاهز للعب النهائي مبدئيا، وبالتالي لا يمكن أبدا الخلط بين هبوط الأداء أحيانا وبين فكرة الأهلي قادر أم غير قادر، فكرة أنه إصابات تجتاح الفريق فتلاقي الدنيا راحت قلبة بالعكس، كارتيرون من مدير فني يليق بالنادي الأهلي واسم كبير وكذا، لفجأة بقى معقولة ده كارتيرون؟ ولكن تبقى أشياء لازم برضو نتفقدها، إنما التغيير المفاجئ ده لا هو في مجال كرة القدم مسموح به حتى على المستوى الجماهيري مش بس على مستوى الإعلام، لأنه في الآخر ضرب من ضروب الخيال أنه غير رأيي في مستوى وقياس أداء سواء لأشخاص أو لفرق بين عشاء وضحاها أو بين
مباراة لا يا عم، بين كتلة من المباريات وأخرى، يعني أربع خمس ماتشات، وإلا لا يعني لكانت الناس في ليفربول نفضت كده بالبلد يعني ليورجن، مع السلامة يورجن. الأداء حتى في ظل إحراز نتائج ما حققش أي ألقاب، يورجن كلوب لسه ما حققش أي ألقاب، لكن حتى على مستوى حصوله في ست مباريات أعتقد على يعني العلامة الكاملة، لكن في النهاية لم يقدم مستوى أفضل مما قدمه الموسم صح. الماضي مزبوط. هنا الخلط الجماهيري زي مو صلاح وهنروح له في السكة اللي هي فكرة، هو أنت عاوز فرق تلاعب ليفربول وتلاقيه قادم بقوة لاكتساح الكبار ويدق حصون المان سيتي ثلاث مرات بعلقة كورة الموسم الماضي، عايزهم بقى إن شاء الله السنة دي لما يلعبوا الدوري ده الفرق بقى ما تاخدش بالها البطولات المختارة، لاعب المصري العربي الأفريقي طبعًا الوحيد في العالم اللي تم ترشيحه كل الألقاب الفردية، خلاص هو في العشرة الكبار. وأنا قلت لك وهنذكر الجمهور معاك أول ما اتكتبت أن أحد النقاد الكبار في إنجلترا مع انتهاء الموسم الماضي بإصابة صلاح قال له عود لابتسامتك أولا تعود لك كل الألقاب، بمعنى على فكرة محمد صلاح في الشريحة اللي هو فيها دلوقتي ربنا يا رب يوفقه دايما لازال لديه مشاعر فطرية، لازال مش محترف قوي مش في الكورة في المشاعر والأداء، بمعنى بعض المحللين واحنا في كأس العالم قالوا لو لاعبكم يملك ذكاء كريستيانو وآخرين كان ساب الراجل اسمه راموس ده، يعني مش لازم تجره وراك خمس ست أرض، لكن هو لازال بيور لازال بيلعب بإخلاص صح. شديد، بينما اللعيبة الكبار في شريحة صلاح ممكن، وعلى فكرة ده بيبقى صح، إنه يتخلى عن كورة علشان ما يتعورش عادي جدا صح. فصلاح ينظر في الخلفية، وأنا بأكد لك وأنت عارف صلاح، بس أنا وأنت لازم نقول للجمهور إنه محمل بإنه نفسه يرضي الناس أكتر ما رضاهم السنة اللي فاتت، لا طبيعي. يا صلاح لا تقسو على نفسك صح. صح. نثق في وجودك، نثق في قدراتك، أنت ضمن عشرة كبار، وأي حد عنده كلام غير كده ده كلام الحقيقة محض افتراء، لأنه حتى الفرنس فوتبول اللي هي أول الجوائز التي عرفت على الأقل في قاراتنا الأفريقية اختارت ايضا مو صلاح، ومع تصفيه من 30 ل 10 مو صلاح، واعتقد ان الثلاثي النهائي هيكون فيهم مو صلاح، وبالتالي هي دي بقى الحاجات اللي بنرتكز عليها واحنا بنرجع للي حاصل مع النادي الاهلي او فريق الكره بالنادي الاهلي. انت لديك بعض المعارك الكرويه الساخنه جدا، انما هناك مراكز يجب تدعمها في يناير، ده كلام منتهيين منه. ايضا أنا مش محلل ولا مدير فني، لكنه يعد مجرد وجهة نظر، مجرد بالنظر بحكم العمل، لو أني متفرج عادي لطرحت سؤال، لكن بما أني في وسط الشغلانة هي بس الحكاية، أنت جبت أحمد علاء والجزار، لماذا صبرت عليهم كثيرا خارج الملعب؟ يعني أسئلة يمكن للجهاز الفني حينما يكون لديه الوقت انه يجيب عليها، فيقول لنا مثلا قله الخبره، خفت للدفع بيهم عشان ما اخسرهمش، واتيفر من الاجابات، لكن كان ده افضل من الحته اللي بنعملها بايمن اشرف مزبوط. يدخل جوه وحد يطلع بره، وصبر الرحيل بعد سنه كامله ما بيلعبش يعود لمركز الظهير الايسر، ادي منطقه هي من المناطق. لديك ايضا علي لطفي وهو حارس مبشر، والناس بتنسى بس انه راح الاولمبيك جيمز وان هو حارس دولي من قطاع الناشئين والشباب، يعني الاهلي ما اكتشفوش فجاه، وعندك الدولي من الدولي شريف اكرامي لكنه موقوف مباراتين، انما وجود شريف اكرامي يعني حمايه حراس المستقبل، انا بسميها كده، زي ما كان عصام الحضري في جولته الاخيره مع منتخب مصر هو ضمانه للشناويه الاثنين واي حارس تاني كان هيخش عليهم عواد كان، لان شريف برضه كبير عن ان احنا نقول حراس، ده من الحراس الاساسيين اللي في التاريخ، زي عبد المنصف في الزمالك مثلا اللي هو الجيل اللي قدم الكثير يعني، لكن شريف اقلهم في المساحه العمريه يعني، وبالتالي كان يجب من وجهه نظر مش فنيه مجرد انك تعمل صحفيا، كان يجب ان يلعب علي لطفي مع فريق الشباب اذا كنت تريد ان يكون زي ما احمد الشيخ عمل، احمد الشيخ كان بيلعب بالزبط. بعض الماتشات مع فريق الشباب برضه لقيت ان احمد الشيخ هو اللي بيقول طلبت، لا محتاجين ده، وهنا هننقل على فقره تانية، لديك
واحد اسمه حسام غالي الكاباتينو. اعتقد ان حسام غالي ان الاوان لإعادة النظر في المربع الأحمر ده الإدارة الكروية، وبالتالي أعتقد أنه لازم يقرب شوية لمساعدة محمد يوسف في شأن فكرة مدير الكرة بالإنابة، لأنه ده منصب كان بيجيله عتاولة لوحدهم. يوسف لو تفرغ له ضمن العتاولة طبعا دول. لكن طبعا. يوسف لديه مهمة يمكن علشان الناس تعرف قد إيه يوسف ها يستحق ان احنا نقول له جود لك في اللي جاي وكتر خيرك على اللي بتقدمه. يوسف مدرب عام، يعني طول الوقت هم الفريق وهم المدير الفني هو يتحملهم، وبالتالي حتى بالأمارة للمشاهد العادي بيبقى شايف الترينر ده والمدرب العام هو اللي طول الوقت بيقول للراجل حاجات عشان الراجل يعرف ياخد قرار، عشان الراجل يبدي استعداده. إذن المشهد الأحمر اعتقد مع اقتراب يعني مرحلة النهاية في نصف الموسم لغاية الشتاء أو انتقالات الشتاء أو يناير وفترة التوقف، أعتقد هيبقى فيه بعض ما يمكن أن يكون الدفع باستحكامات جديدة. نفس السؤال المطروح، الإصابات هل هي طبية أم تدريبية؟ لأنه برضو من غير المقبول أن أنت فجأة كابتن عمر تقول على ليندمان اللي كان مارتن يول بيسقف له، واللي كان كل التقارير حتى اللاعبين وانت قريب من بعضهم كانوا بيتغنوا بالطريقه اللي بيوصلهم بيها للياقه عاليه جدا او الاستشفاء بعد بذل جهد، مش ممكن يكون فجاه كل دي بقت اوهام. صح، صعب. لا لكن طبعا. مربع بطولات الاهلي وسطه، واخد بالك، وبالتالي هناك الكثير مما لا يمكن ابدا انه يحصل في النادي الاهلي، اللي هو فكره انه كل شويه يطلعوا يحكوا في النادي الاهلي، ده ما بيحصلش. طمين. بيفضل الشغل مستمر والنتائج صح. المرجوه بتاتي لانه ما فيش كلام في شغل. طمين. وبالتالي بعض الاشياء دي عندها ما تبقى من اكتمال انك تدي الاهلي 10 من 10 زي ما جمهوره المبدع العظيم بيبقى دايما 10 من 10. استاذ عصام، يمكن دايما لما بيكون في موضوع مطروح على الساحه الرياضيه بحب اسمع اكثر من راي حتى لو بقرر السؤال كذا مره. يمكن قضيه اعتبار لعيبه شمال افريقيا لعيبه محليين الطرح، ويمكن تونس فعلت القرار ومصر في طريقها للتفعيل. فعلت القرار عملت ايه تونس بالمناسبه؟ ان احنا تونس خلاص 10 مصريين مثلا. لا احنا بنتكلم، احنا بتكلم تمام بتكلم في القصه. تونس فعلت القرار لسه ان هي اخذت قرار بان اعتبار اي لاعب من شمال افريقيا هو لاعب محلي. طيب اولا القرار ده ناس كتير بتتكلم ان ليه عيوب وليه مميزات. في ناس بتقول ده قرار يعني هيفيد الكره المصريه من انتقالات، بنتكلم على الاسعار اللعيبه، بنتكلم ايضا على الجوانب السلبيه، بيكلموا على الناشئين، كلام كتير بيتقال في الجزئيه الخاصه بلاعيبه شمال افريقيا، مع ان احنا بنشوف اوروبا ان كل الدول الاوروبيه بتتعاقد، ما عنديش يعني الدوري الانجليزي ما عندهمش إن مشكله ان هم الاوروبيين هم جنسيه واحده. انا عايز اعرف بقى راي حضرتك، تقول لي هل القرار ده ايه مميزاته وايه عيوبه، وهل فعلا هو لصالح الكره المصريه ولا هيضر بصالح الكره المصريه، وهل ممكن تعديله ولا لا؟ انت عارف اللي جاب عربيه من الحاجات اللي هي ب 30,000 مليون دولار في مليار جنيه، عارف، وهو ما بيعرفش يسوق. احنا عملنا زي ناس اسست بيت وحطت ميه سخن وبارد، لا ومش سخانات غاز، سخانات بالطاقة الشمسية، وقلوز يا باشمهندس وركب يا اسطى، وفي الآخر هم ما دخلوش المية يا صديقي. بمعنى أنت تحاول أن تجعل كرة عربية واحدة، أن تفتح الكدر فتجد أن لاعبي العرب عموما بقى مش الشمال العربي الأفريقي بس يتنقلوا زي أوروبا بلا حواجز بلا حدود بلا بلا بلا. طيب هو الكلام ده إلهام؟ يعني زي كده اللي بيألف يصحى بالليل كده يروح شارب ميه ويكتب لا اغنيه؟ لازم يكون مدروس طبعا، مش لازم يدرس طبعا، مش لازم يقنن، مش طبعا. لازم يتقال اتنين ولا ثلاثه، وظروف كل بلد مختلفه عن التانية. ثم فكره بناء شخصيه اللاعب والمدرب المصري ان هو ما يقعدلناش هنا ويقول لك ان دكه الاهلي والزمالك هي المجد، ان السفر في الخارج لماذا؟ فانا هنا مع عمر وعصام بيدوني هدايا والمحبين وكذا. لا، لازم ندرب لاعبنا انه عندما لا يجد الفرصه هنا يذهب الى هناك، عشان ما نبقاش فاترين نتعرض يا كابتن عمر. في الشمال العربي الافريقي
انتهوا من حوالي احنا في 18 من 20-10 تقريبا ويمكن قبلها بسنه مع بطولتنا في انجولا، لانهم بداوا يحطوا عينهم علينا من 2008. في ايه؟ في انه عاوز تودي علي معلول اوروبا، اوعى توديها اي حته غير مصر. عايز ترفع ثمن بين شرقيه بين عربيه بين ملوخيه الايجيبتو يا صديقي العزيز. وبالتالي احنا عايزين نبقى فاترينا ولا عايزين نبقى بنشتغل مؤسسيه؟ عايزين الكره صناعه ولا عايزين نبقى مجرد يعني اللي بيسموه ايه وسيط في صفقات قرويه متبادله بين الشمال العربي الافريقي وبين اوروبا تحديدا؟ ليه؟ لانه زي ما قلت لحضرتك لابد للتبادل من فقرات. يا اخي انت ممكن تستبعد فكره المهاجمين مثلا، احنا في عرض مهاجم بعد ما كان اشهر حاجه في مصر مهاجمينها، معلش مع احترامي لكل المراكز الاخرى، ده على مدار تاريخ طويل على فكره من الالفيه السابقه. وبالتالي كان يجب دراسه هذا المشروع، ولو ان ما بحبش كلمه ورش عمل ومش عارف نحطها تحت المجهر، لكن ده كان اولى بقى انه يتعمل له ورش عمل ودائره تحت مجهر كده علشان نعرف احنا هنتكلم مع الاشقاء في ايه بالظبط، هنتكلم معاهم في عدد 3 لاعبين، هنتكلم معاهم اذا لم تختار مني لن اختار منك. امال انا ليه رايح التبادل؟ عشان بس ابقى فاترينه عرض، ابقى ميناء ترانزيت للكره الشمال افريقيه؟ حقهم علينا طبعا، حقهم علينا ان احنا نساعد نساهم ان اللي يجي هنا مش في الكرة بس، ده بيبقى في الفن وفي الأدب وفي الثقافة وفي كل مناحي الحياة. يعني عايز أقطع حضرتك في جزئية مهمة جدا، يعني معنى كلام حضرتك إن اللاعب الجزائري أو التونسي أو المغربي ممكن ينجح في مصر أو بينجح في مصر، لكن اللاعب المصري من الصعب إن هو ممكن يكون. وأنا شفته صح؟ وأنا شفته هناك وأنت شفته مدرب صح؟ هنا. ده كلام حضرتك بقى صح. بيروح حتة في الخليج إلا صح؟ نادرا، ده حتى بيروحش أصحاب الأسماء الثقيلة. صح مظبوط. ودي من الحاجات برضو اللي تحط لك 100 علامة استفهام. ليه؟ وحضراتكم لازم تتوزع التورته هي هي، يبقى في متحكمين وسماسره زي ما الاعلام بيكتب وكلنا بناكد بيدوروا بلعيبه هم هم ومدربين هم هم على فرق هي هي. فين بقى الموضوع ده؟ الموضوع ده ما ينفعش فيه جزء من حلقه على فكره. الموضوع ده محتاج مصارحه، لانه ظاهره مستغرب جدا، ظاهره هو عدل، ظاهره هو عدل وباطنه عذاب. أنت لا يمكن أن تطلق زي ما قلت لك كده، أنا قربتها للمشاهد الطيب اللي بيتفرج علينا في قهوة ولا راجع من الغيط اللي قاعد في النجع قبل حتى الناس التي تمتلك ربما ثقافة أو علم أكتر يعني، فكل مواطن في البلد دي بيش أو يتعب لأن الكورة دي هي الحاجة الحلوة اللي بيفوز بيها. أنا صورتها له وأعتقد إنه ده صح، إن واحد بنى حاجة إشي خيال يابا، ها وسخن وبارد واخد بالك، وجاب كل النجف اللي في العالم ولا دخل له ميه ولا نور ولا حتى قريبين من بيتهم. طيب حضرتك راي حضرتك ازاي القرار ده يتم تعديله؟ هل يتم تقنين عدد التعاقد مع لعيبه شمال افريقيا زي ما بنعمل مع اللعيبه الافارقه، ولا ايه اللي ممكن يحصل؟ انا اعتقد انه كان لازم يتقال انه في مرحله انتقاليه، انه في على الاقل نص السيزون اللي جاي ها هيحصل تبادل وتباحث، وهم يجوا هنا شويه بتوع اتحاد الكوره وشويه مدربين يجوا يدوا حصتين كيمياء ومدرس فرنساوي لغايه ما نجيب مدرس الفرنساوي، وواحد من هنا يروح يديهم تاريخ على بال ما يجيبوا مدرس تاريخ، وماتشات وديه بين الفرق في الصيف ها حيث يعسكر الجميع، او في الشتاء بعد ما اتعدلت الاجنده عشان ما حدش يسيب كل حاجه اقول لك ما هو ما بقاش صيف يا عم، احنا ما بنتكلمش في المواعيد الحقيقيه. ثم يبدأ مع دخول الموسم 2019-2020 تفعيل الحكاية مع وضع ضوابط. عمي ايش شايف انت؟ انا شايف ان انا ابويا ما اخدش منك مهاجمين وحضرتك ما تاخدش مني جوان، وكل سيبحثها بمصالحه، لكن الإفادة العامة ستختلط هذه الكرة، سيكون هناك نموذج للكرة العربية وشخصية للكرة العربية. أأمل مش انها ما تتعملش، أأمل انه كمان ما يبقاش ده هوانا احنا والشمال العربي الافريقي، يبقى هوانا في الوطن العربي. طب احنا جبنا كده حق اللاعب اللي هو فوق السن، الناشئ مين هيجيب حقه ومين هيحارب له ان هو يكون هو الناشئ فين وياخد فرصته؟ ما ده النقطه اللي انا بتكلم فيها. هو الناشئ فين؟ يا اما مسننين نتكلم بقى بصراحه في كل الانديه، يا اما عد العدد هتتكسف وانا كمان هتكسف معاك كضيفك ويمكن ننزل تحت الترابيزه دي. طيب انه كم عدد المسجلين من الناشئين؟ مين اللي بيختارهم؟ الناس بقت جحافل بتروح على الانديه باستمارات عشان ايه؟ انا اسف يعني علشان
ألف واحد في اليوم وتعلن انه تم بحمل الله نادي عصام قاعدين المدربين في الشمس يا ولد من 8 الصبح وشاف 1000 واحد النهارده بالله عليك يا رجل لا طبعا هل ال 1000 واحد دول في ولد من وبعدين لسه نطق يا ابني نطق يا ابني ده بتوع السيرك بينطقوا الاطباق الصيني وما لهمش دعوه ما بيلعبوش كوره لا انت لابد ان تتحول لصناعه كامله انت لابد ان يكون لديك معسكرات زي التحكيم كده بص هيفضلوا يعملوا اللي يعملوه اذا ما جابوش كولينا ومولينا وكل الناس دي يجوا هنا يترأسوا لجنه الحكام احنا مش اقل من السعوديه اللي جايبه بكولومبرج ده ولا بلومبرج شغال عندهم وهو لازال في التحكيم لكنه شغال مع حكام النخبه كانه رئيس لجنه يا اخي انت لازم تنهي قصه بر الامان اللي بيقولوها لكل طقم ورايح لجنه الحكام يا ابني ما توجعش دماغنا يا ابني مش عايزين مشاكل يا راجل في دوري يتلعب بحكام خمسه والكاس لا بأمارة ايه يعني ان الكاس مسموح فيه ان لو جت في ايدك مش مشكله مش عايزين بس تخش لا مش يا كابتن القصص دي ما تزعلش وكلهم اصحابنا ومحدثك يعني يستطيع ان يتحمل طبعا مسؤوليه كلامه خاصه طبعا. انا لا اشكك في زمم يا ريتها زمم كنا قلنا الناس دي ذمتها استك مش عاوزينهم لكن كلهم اشخاص افاضل لكن آن الأوان إنه يبقى الأفضلية بقى لمصر بس يا عصام مش الدوري والكاس بس اللي اتلعب فيه ماتشات بأربع حكام أو بخمس حكام في الدوري كان فيه ماتشات اللي استخدم فيها طاقم تونسي واللي قال العجب برضه طلع إنه اتفاق مع تونس وإن المساعدين جم متأخر على ميعاد هو كمان إنه طلع إنه في حكام يعني من تونس وفي اتفاق مع اللجنة وإحنا ما كناش نعرف كابتن عصام قال لنا والطاقم جاي ثم يخرجوا ويؤكدوا أن التوانسة لا يتعاطوا مع الحكم الخامس فيخرج رئيس اللجنه لانه الناس بتحترم بلادها ويقول لا يا عم احنا عندنا هم اللي ما قالوش انا لو عليا سيادتك كنت بعت لك اللي انت عايزه وبالتالي يا راجل يعني اقول لك ايه اقول لك عن حكم راح طنطا والماتش في القاهره مظبوط بالذمه ده كلام يا جماعه بالذمه ده كلام طنطا وبهتيم وبهتيم وبعدين ده كلام وطلعوا بهتيم على بعض في الاخر لا 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 بصراحه يعني وبعدين انت تقلق لحسن يزعلوا انا قلت لك اللي يزعلهم ان احنا ما ندهمش حقهم كاشخاص طبعا لكن انا بتكلم في فنيات لا اكيد طبعا في فرق ما بين العلاقات الشخصيه والعلاقات المهنيه المهنيه كل واحد ياخد حقه الشخصيه ده وان انهم يتحولوا بحجم ثقتنا فيهم طبعا لالات صانعه حقيقيه لفعلا ان يجلبوا لهذا الوطن كل ما يستحق خاصه ان الملف مطلق من العام الماضي من الرئاسة ضمن منظومة التحديث تحت عنوان اسمه مصر الجديدة اللي هو تحول الرياضة وفي القلب منها كرة القدم إلى صناعة طب احنا عندنا المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب دلوقتي احنا عندنا مشكلة هل حضرتك شايف ان ممكن قرار زي ده تاني يأثر على الشباب او على الناشئين ايا كان ايه الاعمار السنيه او ايه الاعداد اللي كانت موجوده لكن موجود منتخبين منتخب اولمبي بقياده الكابتن شوقي غريبه منتخب الشباب بقياده الكابتن ربيع ياسين فالاثنين عندهم محتاجين ان يكون في احتكاك اكبر علشان يكون في مردود اكبر في البطولات الافريقيه حضرتك عارف ان في المباريات الافريقيه الـ 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 الشباب والناشئين بره بيكونوا اقوى بيكونوا اعمارهم اكبر وبالتالي احتكاكهم بيكون اكبر مؤكد هل حضرتك شايف تاني ايه اللي ممكن يتم من خلال اتحاد كرة القدم في قرار زي ده يساعد الناشئ على انه يكون متواجد هيساعده ازاي؟ ما هو انت في الاخر القرار ده ظالم جدا بس ده اللي بتكلم فيه الكرة المصرية ما لم تاني اهو تالت مرة والاخيرة ما لم يتم زي ما قلت لحضرتك دراسته جيدا والخروج بورقة عمل بشروط محددة لانه ما دون ذلك كل الحكاية ان احنا نتحول لفترينة عرض وسنخسر الكثير مش بس من عدم ميلاد نجوم جدد وكذا لا بالعكس سيستفيد من كل وضعية الدوري المصري ومن كل المراحل العمرية أشقائنا العرب ويا ليتهم يعني في حاجة فهم والسيد الرئيس بيقولها في كل من اهل الحياه مسافه السكه يا ليتهم هم في ازمه واحنا يعني مثلا لو قلت لي الليبيين يا رب ان شاء الله تعود ليبيا متعافيه الليبيين عايزين يجوا يلعبوا الدوري كله هنا وياخدوا يا عم مصر اقول لك على عيني لان ده حق اصيل طبعا لكن طبعاً. تقول لي ان دول الشمال العربي الافريقي مع مصر عملوا كومبيتيشن مع بعض علشان الكره نشيل الحيطان اللي بينهم وبين بعض دونما ضوابط دونما حتى دراسة هم كمان عددهم كشعوب كام وعدد المسجلين عندهم كام واحنا عددنا 104 على الأقل مليون نسمة ثم عدد المسجلين عندنا في القطاعات وصولا بالفرقة الأولى كام كل ده ما تبحثش كل ده ما تطرحش ازاي يعني يعني هو اتقال من باب كده العشرة والأخوة اللي بيننا وبين من باب العنوان الرائع لأنه هو عنوان رائع عندما
نحاول أن نصل لشخصية عربية، ودي مدربين كبار كانوا بيقولوها لنا، أنتم تملكوا لمصر والبعض الأشقاء العرب، تملكوا منتاليتية، تملكوا ذكاء يضارع ذكاء البرازيليين تحديدا. واسأل كابتن ربيع وكابتن شوقي احتكوا بالمراحل دي، وبعض المدربين دول بيقعد يكلموا عن المصريين مدربا وفريقا أكتر بيتكلم عن فرقته. لكن بيقول لك أنتم ما عندكوش شخصية، فالسامبا هي من السامبا، والتانجو هي من التانجو، والقوة في الفايكنج تلاقيها في الكرة بتاعت شمال أوروبا وهكذا. احنا فين شخصية الكرة العربية من الفروسية بقى من الفراعنة؟ لازم فولكلورك يا كابتن عمر يحكم زي السينما زي الثقافة زي الكتاب، وبالتالي ده يفيد ان يبقى فيه لون عربي كروي موحد. لكن لماذا ندفع الثمن وحدنا؟ ده برضو سؤال انا بوجهه لهم اهو. انتوا كده بتخلونا محطات ترانزيت او فترينات عرض. وشكرا. يمكن هنروح سريعا عشان الوقت بيجري مع حضرتك بسرعه والكلام يعني بياخدنا. منتخب مصر ولقائه امام فريق سوازيلاند سابقا واستواني حاليا، عشان ناكد عشان لسه بيتفرج علينا. شايف حضرتك المواجهه عامله ازاي؟ هل هي مباراه سهله؟ هل اللي ممكن يسهلها هو مدير فني منتخب مصر ولاعيبه منتخب مصر، ولا ايه السيناريو اللي حضرتك متوقعه لمباراه؟ انت قلت ثلاث ارباع السيناريو. طبعا التشكيل اللي هيختاره المدير الفني واللي بدا يعني اسهمه او اسهم الثقه فيه هو اسم كبير طبعا، ومعاه حد ضليع كابتن هاني رمزي طبعا. لا بدات ثقتنا تعلى، وبدا يغير مفهوم اللعب، بدا يعطي مساحه للتالنتد بتاع لاعبته، ومن ثم هو يملك يعني الاكثريه والافضليه في ان يبس روح فنيه اكثر جدوى، وشفنا في الماتشات اللي فات. لكن اوعى حد ما ياخدش باله ان سويسلاند دي هي والراس الاخضر بيصدروا لعيبه صح، وعندهم كوره جامده قوي، وعندهم بقى دول بقى اللي عاملين اللي عارفين يعملوا لبلادهم ايه، عاملين كورتهم فاترينه عرض بس لحسابهم هم صح، مش على حساب بقى السنغال ولا نيجيريا ولا ده ولا ده. وبالتالي هم مهتمين قوي باللعب مع الكبار، واديك شايف هم واصلين لاي مرحله اهو في التصفيات. لولا انهم قدام المصريين ما كانش يعني يمكن انك تقول ان هم موجودين في 2019 الكاميرون امم افريقيا. لكن في كل الاحوال هي مباراه بسيطه ما تستبسطهاش ان صحت المقوله يعني. لا طبعا، يعني اولا الكره طبعا كعاده المحللين الكبار ما بقاش فيها قليل وكتير وضعيف وقوي، لكن انا باكد لك ان المدرستين دول بالذات هم والراس الاخضر بقوا بيطلعوا كده لعيبه تقول عليها نمر في الكوره يعني. وبالتالي احنا عايزين نحرص بس انهم ما يفوقوش على حسابنا في ماتش بعد اربع ايام، ما يجيبوش جون حتى لو غلبناهم 3-1 واخد بالك، فيشعروا ان منتخب مصر بعد في رحله مباراه العوده قد يعني يستدعوا كل قوى الضغط الكروي يعني علينا في مباراه العوده. لكن القرعه الحقيقه جنبتنا برضو مدارس كرويه بقى اقوى بكثير طبعا الحقيقه برضو طبعا. وبالتالي مباراه بسيطه عنوانها من عندياتي بسيطه ما تستبسطهاش، لكن لا هي بالازمه ولا بالمشكله ولا بالقوه يعني الخارقه يعني. طيب بما ان حضرتك اكيد قمم من القامات اللي موجوده في الصحافه المصريه، خبر قريناه في الصحف ان ليفربول بعت جواب بيقول ان هو المباراه مش محتاجه ومش مستاهله، فبالتالي لو يتم اراحه محمد صلاح يكون شيء جيد. هل الكلام ده صح ولا هل الكلام ده بقى الكلام ده نشر عندنا؟ لكن احنا بنحط عنوان اللي هو ايه، في خطاب يعني اللي عايز اعرف بقى من حضرتك انا جاي لحضرتك اللي هي مخاطبه يعني تمام. اللعيبه ما هو ده اللي بقوله لحضرتك، احنا عايزين نبقى صناعه ولا عايزين نبقى فاترين عرض للاخرين؟ تمام. بمعنى مو صلاح وكل مو صلاح حتى لو مش في ليفربول، حتى لو احدث محترف عندنا، لو راح نادي درجه تانية في دوري في قبرص يا سيدي، مش هقول لك في اوروبا وسطها يعني كويس، بيجي معاه فايلز صح بتحليل الدم بشربه باكله بوزنه، وسلمني نضيف اسلمك نضيف. وبالتالي حمل صلاح ملفا يؤكد انه في غايه الارهاق، فاحنا سميناها ايه؟ مظبوط. يخاطبوا اتحاد الكره بحاله صلاح، لكن كاتبين لهم في الاخر ونحن نامل الا يلعب المرافقه سهله، يبقى احنا بنهرج. صح. لا يمكن مزبوط. تكتب جمل من النوع ده، لكنها مخاطبه، فلما بنيجي ننقلها على صفحات الجرايد بنقول ايه؟ انه حمل خطابا. الخطاب يعني لما تفك الكلمه نفسها تلاقي انا اخاطبك، فهذا خطاب بيني وبينك يعني. وبالتالي هو ده
امتى بقى نشوف لاعبنا وهو رايح من نادي لنادي داخلي؟ ما احنا مش ممكن نعمل ده مع المحترف وما نعملوش مع اللي جوه، دول اسمهم محترفين. صح صح. حتى لو محترفين بشرطه يا اخي. صح صح. لكنه محترف. امتى بقى نشوف ده بيحصل، وانه لاعب بينتقل من الاهلي للزمالك او من الزمالك للاهلي او من الاسماعيلي للجيزه بيروح ومعه ملف كامل عن الحاله ايه في اللحظات اللي فيها الانتقال يا كابتن عمر؟ انا مش بحب دايما استاذ عصام اتكلم في سلبيات، لكن دايما الشارع المصري وراي الجمهور في عدم ضم وليد سليمان للمنتخب المصري، هل هو علامه استفهام ولا المدير الفني حابب انه ما يعلاش بالمعدل الاعمار، ولا حضرتك شايفها ازاي؟ يعني ايه تفسيرها للشارع المصري تعلق وليد سليمان مع النادي الاهلي هو ركن من الاركان الاساسيه اللي موجوده في التشكيل الرئيسي وعدم انضمامه لمنتخب مصر؟ هو الظلم لوليد سليمان كان مع كوبر، لكن الان ظلم معدل العمر وليد سليمان. يعني مش وليد يعني أنا اللي فاهم ظالم حضرتك وليد طبعًا. دلوقتي معدلات العمر اللي الراجل قرر ينزل بيها لانه عاوز منتخب مصر ان شاء الله على كاس العالم اللي جاي يبقى اكبر لعيبه عنده سنا وخبره مو صلاح، وبالتالي عاوز يلحق من تحت. وبالتالي انت النهارده طبعا خاتم سليمان زي ما صديقي علاء عزت بيسميه اللي هو وليد سليمان الحاوي الجميل، ما هو متالق بقاله ثلاث مواسم اكثر مما تالق، لكنه الحقيقه عمرنا ما شفناه قليل وليد يعني. لكن الان ماذا سيكون راي المحللين جوه التيم؟ الخواجات ما بياخدوش براي الكلام اللي براه يعني راي عام او اعلام. هيقول ايه وهو هيسيب احمد فتحي؟ لو خد وليد لازم ياخد احمد فتحي. ما هو احمد فتحي ده ما حدش يشوفه يبقى عنده ماتشات على المستوى القريب ويقول احمد فتحي مش معايا، صح ولا لا؟ لا اكيد طبعا. وقس على ذلك بقى، يبقى هذه المره يعني يبدو انه ربنا سبحانه وتعالى مدي وليد عشان كده معوضه بحب كل الجماهير طبعا، مش بس الاهلاويه طبعا. صح. وبهذا الصيت الرائع اللي هو صنعه بعرقه. لكن الحقيقه ظلم كثيرا لما مش الراجل اللي ما كانش عاوز ياخده لانه ارتبط بمجموعه، انا بقولها لك كلام نهائي اهو، كوبر جه راجل بينزل بمعدلات الاعمار، فلما لقى ان الكره المصريه بفنياتها بجماهيرها بتفقد احمد فتحي وكل يعني الناس اللي في عمر احمد فتحي ربنا يديله الصحه، فقال لك كده انا لو حطيت وليد سليمان يبقى مش هقدر اطور. عمل زي الجراح اللي ما بيتعاملش بايه؟ بقلب، بيتعامل بمشرط الجراح. صح. هل حضرتك شايف ان كان في لاعب يستحق انه يكون موجود مع المنتخب، ولا دي افضل اختيارات؟ يعني حضرتك كمان قلت ان هو عايز مع كاس العالم اللي جاي يكون معدل الاعمار اكبر واحد محمد صلاح في اللعيبه، هل حضرتك شايف ان كان في لعيبه تستحق ان هي تكون موجوده، ولا دي افضل تشكيله، يعني افضل تشكيله في الوقت الحالي لمباراتي سوازيلاند؟ في الوقت الحالي لانه الراجل مش هيغامر، الراجل عاوز يحافظ على مكتسبات، مزيد من الثقه، مزيد من النتائج الجيده، لكن نزول المعدلات دي هيبدا يقللها تاني. وهو لو في لعيب يبقى احمد جمعه ولو ان مستواه بقى زي الاول كويس. الراجل الليفت بتاع المصري اسلام ايه؟ اسمه اسلام اللي هو قال عنده فرصه تانيه. الظهير الايسر بتاع النادي المصري. ولو ان مقاييس جسمه ما هياش يعني بالافضل، لكنه لعيب ملوش حل يعني. وبالتالي اعتقد الراجل بعد مرحله الوصول ل 2019 في الكاميرون اعتقد ان هو هيكون عنده كمان بلوفات كتير قوي في الاختيارات، وواضح كمان ان هو عنده ملف كامل لاكثر من 80 ل 100 لاعب على بعض لا يعلن. يعني دي انا عرفتها كده بالحب يعني جوه الجهاز، اللي هو ايه بيفلفل اللعيبه في السن اللي هو عايزه انه ما ياخدكش دلوقتي، فيسيبك تقدم مزيد ويشوف انت قد ايه صبور على المستوى ده، لكنه عايز لاعبين يمتلكوا بعض الخبرات عشان يوصل بقى امم افريقيا، مش هيقعد يجرب هو في الرسميات يعني. وبالتالي لا، في كمان تغييره تاني في المعدلات العمريه، وفي لاعبين ما بقول لهم اهو استبشروا ما ظلمتوش ولا حاجه، انتوا جايين برضه. طب هل ممكن نشوف ان في يكون تنسيق ما بين منتخب الاولمبي ومنتخب الشباب، في يكون في تنسيق مع تصعيد بعض اللعيبه في السنين اللي جايه للمنتخب الاول علشان ننزل؟ اعتقد ده لازم يبقى تنسيق ثلاثي ما بين الثلاث رؤوس للثلاث منتخبات، كابتن ربيع وكابتن شوقي واجيري طبعا والذين معهم، وكابتن هاني رمزي يستطيع ان هو يبقى منسق الحاله دي، لان دي حاله برضو خواجاتي احنا محتاجينها يعني، احنا مش اقل من حد. وبالتالي
تنزل بالمعدلات تعرف اخر فايلات عنده ايه، زي ما كنا بنقول على حكايه الخطاب والمخاطبه، تعرف احنا شغالين ايه. ويا حبذا بقى لو يبداوا يقعدوا مع مدربين الانديه، مادام بندور على شخصيه عربيه، طب ما ندور على هويه كمان مصريه، يبقى معروف ان البلد دي بتلعب 4 4 2 6 8 1 الو الو اي حاجه، بس تبقى بتلعب طريقه معروفه. فيخرج اللي عنده 18 سنه لو احتاجه شاوي غريب وهو مع الكابتن ربيع رايت، يبقى عارف ان الرايت في مصر بتلعب كذا. طيب لو احتاجه بقى من عند شوقي عشان يروح معاه كاس الامم، مزبوط. مش بس يلعب مباراه في تصفيات، يبقى هو هيخش في نسيج الفريق، يا دوب يعرف زمايله مين وخلصنا، وياخد تيشيرته ويبدا يلعب. حاجات جميله، حاجات مرتبطه ببعض، تربطها اكتر بيخلق لنا نوع من الامل في ان الصناعه دي مصر مهيئه ليها. ان شاء الله مباراتين سوازيلاند 6 نقاط ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ عصام بشكرك شكرا جزيلا على تواجد حضرتك معايا، دايما بستمتع بحضرتك وبستمتع بكلامك وبارائك، وبجد شرفتني ونورتني. ربنا يخليك يا كابتن، قلت لي بس الوقت بيمر بسرعه، كنت اقول لك يبقى نجيب حكام اجانب. مدام خايف على الوقت. كنا مع حضراتكم في الاهلي الليله، الفقره الاولى كانت مع كابتن عبد الحميد حسن، وكنت مع حضراتكم في الفقره الثانيه. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده في الاهلي الليله على قناه النادي الاهلي. نشوفكم على 1000 مليون خير. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.